ورجعنا ليكم من بعد الفاصل أعزائي المشاهدين. وزي ما أستاذ إسلام قال، هل ظاهرة التوك توك دي ظاهرة عشوائية؟ يعني هي أكيد ظاهرة عشوائية وسلبية، ولكن هل أنت مع أم ضد إلغاء التوك توك تماما؟ عايزة أوضح لحضراتكم بس أن التوك توك بدايته ظهرت في الهند في أوائل الستينيات، حيث بدأ في الظهور بعد كده في الدول النامية اللي هو فيها كثافة سكانية عالية زي مثلا مصر. ده ليه بقى؟ عشان هو طبعا سعره رخيص، يعني الركاب اللي بيركبوه بيدفعوا اجر يعني مش رخيص، كمان بيوفر فرص عمل للشباب كتير جدا، كمان قدرته ان هو بيمشي في القرى والاماكن المزدحمه والضيقه، فدي حاجه من يمكن اللي خليته ينتشر. يعني بيقولوا كان في احصائيه كده في 2007 بتقول ان هي تقرير الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء في ان عددها في 2007 اللي هي 2017 سوري عدد التوك توك بلغ نحو 3 مليون، لتصبح التكاتك في هذا العام اكبر عدد من سكان دوله قطر. كان ساعتها سكان دوله قطر حوالي 2,600,000 نسمه يعني. فبس فده يعني انا عايزه يعني استنونا او سوري عايزه اي حد دلوقتي بيتفرج علينا يعني يقول لنا او يشارك معانا، المفروض رقم تليفون دلوقتي هيظهر على الشاشه، يشارك معانا ايه رايه في حوار التوك توك ده؟ هل ان هو يكمل؟ هل ده شكله كويس مثلا ولا لا ما يكمل؟ هل احنا بنستفاد منه ولا هو الضرر اللي راجع علينا منه اكتر من الاستفاده؟ كمان دلوقتي بدات الـ يعني مديريه امن الجيزه بدات بتشن حملات امنيه مع بالتنسيق مع الاداره العامه للمرور بمنطقه حدائق الاهرام لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه تجاه قائدي التوك توك المخالفين، واسفرت الحمله عن تحرير عشرات المخالفات والتحفظ على 20 توك توك. هو مش بس زي ما قالت زميلتي مروه انه بيوفر فرص عمل، بالاضافه ان بيرى البعض انه هو مصدر ازعاج في المجتمع المصري، بالرغم من ان ميزات التوك توك كتيره زي ما قالت زميلتي مروه، ان هو بيخش الازقه والحواري الضيقه والشوارع الضيقه وبيؤدي خدمات لكبار السن وكذا، ولكن ان هو مصدر ازعاج لم يعد وجوده مقتصرا على المناطق الشعبيه فقط، والا انه بل انطلق التوك توك في الشوارع الرئيسية والطرق العامة والطرق السريعة وأيضا المدن الكبيرة والمناطق السياحية، وأيضا إن هو أصبح وسيلة لارتكاب بعض الجرائم ويعني لسهولة التنقل، وإن بيركب التوك توك ناس ما معهمش ترخيص في بعض الأحيان وساعات أطفال وكذا، فأصبح إن هو وسيلة لارتكاب الجرائم بسرعة، وإنه كمان ماشي من غير لوحات معدنية كما الإحصائية ضبطت كميات كبيرة وأعداد كبيرة من التكاتك بدون لوحات معدنية، وبالتالي سهلت الجريمة. ويعني بعد كده يعني نقدر نقول إن هو وسيلة آمنة لارتكاب الجرائم. وكمان معنا إيه يا أستاذة بروة؟ خلينا نعرض يعني او اضراره، او انا زي من دلوقتي ما قلت ممكن يكون الناس يعني في كان في يعني بعض المميزات اللي فيه اللي هي البسيطه او الضئيله جدا، ولكن في برضه خاطر يعني مخاطر كتير جدا ليه. سكان المدن بتشوف ان هو حاجه بتشوه جمال المدينه. تاني حاجه ممكن يكون هو اداه جريمه امنه، يعني في مثلا ممكن بسببه نتعرض لمشكله خطف او سرقه، سرقه موبايل او بالظبط سرقه موبايل او شنطه او كده. في حاجه لسه حاصله من يومين، كان في سواق توك توك كان بيعاكس واحده بنت، فواحد صاحبه شافه فراح قال له عيب اللي انت بتعمله ده، دي زي اعتبرها زي اختك. طبعا هو ما عجبوش الكلام فقام طلع المطوه من جيبه ويعني ضربوا بيها والولد مات. فاحنا بنشوف حاجات شبه دي كتير. كمان هم يعني بسبب كمان ان اغلب سائقين التوك توك غير مرخصين، ما عندهمش تراخيص، كمان ما فيش لوحة معدنية ممكن من خلالها نتعرف مين صاحب التوك توك ده، فدي بيخليهم ان هي دي تربة خصبة لارتكاب الجريمة. كمان هو مش بس كده، هو بقى دليفري للمخدرات، يعني اللي عايز يشتري مخدرات عن طريق التوك توك او يبيعها بقى سهل جدا عن طريق التوك توك، لان ما حدش عارف بقى مين صاحبه او مين اللي راكبه او كده. كمان بنلاقي كتير قوي للاسف احنا بنشوف عمالة الاطفال في التوك توك، يعني حد لسه ما طلعش بطاقه، لسه ما تمش 16 سنه،
راكب توك توك ولا طبعا ولا اكيد ولا رخصه ولا اي حاجه، راكب توك توك وبيسوقه، ويعني اهله نزلوا يشغلوه على اساس ان هو بقى كده بيجيب لهم فلوس، مش فاهمين او الاضرار السلبيه او المخاطر السلبيه اللي هتعود على الطفل ده من جهله واميه، ومش بس الطفل لكن على المجتمع كله، هيؤدي لانتشار الاميه والجهل، عدم الثقافه في المجتمع. فيا ريت ترعوا ربنا في عيالكم كمان، مش بس كده، يعني انقراض الحرف اللي هي اليدويه او المهن اللي هي البسيطه، زي مثلا كان في واحد عنده ورشه فخار اتكلم معانا وقال ان هو دلوقتي المهن دي هتبدا في الانقراض، وكل ده بسبب التكاتك. ليه بقى بسبب التكاتك؟ لان دلوقتي الشباب بقت تكسل ان هي تتعب وتتعلم حرفه او مهنه صغيره جديده، بتروحوا على طول تشتغل في التوك توك عشان الاجر اليومي بتاع التوك توك اكتر من اللي هو المهنه، اللي هي مثلا لو انا اشتغلت في فخار او حرفه يدويه هتديني حاجه بسيطه مقابل ان انا اشتغل سواق توك توك. فبيروحوا يستسهلوا، طبعا الشباب دلوقتي بتستسهل وتروح تشتغل سواق توك توك. فهي كده احنا داخلين على يعني خطر كبير قوي، ان الحرف دي طبعا احنا بنحتاج للحرف دي وهي هتنقرض بسبب الموضوع ده. هو كمان ان كمان طبقا للاحصائيات، كما الاحصائيه اللي قالها الاستاذ محمد فرج، ان التوك توك ده زاد في عهد الاخوان بطريقه اعداد كبيره تم دخولها للدوله، وبالتالي تخطت سلبياته والايجابيات التي حققت سواء للشباب من ايجاد فرص عمل او للكبار من رحم اقدامهم من السير في المناطق الضيقة التي لا يدخلها التاكسي والميكروباص. لكن عندما لا يسعى صاحبه إلى ترخيصه يصبح حينها مصدر إزعاج بل صداع مزمن في رأس الحكومة. وكيف يتم ملاحقته أمنيا في حال ارتكاب أي مخالفة أو أي من الجرائم التي أصبح يستخدم فيها؟ وحسب تصريحات محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فإن 90% من تكاتك مصر بدون سندات ملكية، مضيفا إلى أن عملية تهريب التكاتك إلى مصر زادت في عهد جماعة الإخوان الإرهابية. هو بس عفوا يا استاذ اسلام، حابه بس ان صبر. محمد فرج عامر دلوقتي هو مش رئيس لجنه الشباب والرياضه ومش موجود في مجلس النواب، يعني هو حضرتك دي تصريحاته عن التوك توك في وقتها، يعني احنا مش بنقول ان هو رئيس، عشان بس الناس ما يختلطش عليها الامر يعني. ايوه طبعا حضرتك توضيح حضرتك مهم جدا، ولكن احنا بنقول هذه تصريحات في وقتها عندما صرح وكان رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب في ذلك الوقت. وبعدين احنا عايزين نتطرق الى أزمة تراخيص التوك توك، لعل ما كشفه مصدر أمني بوزارة الداخلية في تصريحات له لبوابة الأهرام يؤكد وجود أزمة في تراخيص التوك توك، إذ قال أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية تمكنت من ضبط 48,000 مركبة توك توك غير مرخص منذ عام 2018 اللي هو 2018، مؤكدا انه تم التنبيه على سائقي التوك توك مرارا وتكرارا بعدم السير بدون تراخيص. كمان حابه اقول حاجه، يعني هي من ضمن المميزات قلنا ان يعني ان هو يعني بيدخل القرى في الاماكن المزدحمه، او لو شوارع ضيقه او لو في ناس كبار في السن مش قادره تتحرك. زمان ما كانش في مواصله ممكن تحركهم، ولكن دلوقتي بقى فيه، بس بقى كمان مش يعني هم استغلوا الحته دي ان هو خلاص بداوا في يعني انتشروا في الاماكن دي، ولكن دلوقتي بقوا ينتشروا للاسف في الطرق السريعه والشوارع الرئيسيه، الطرق السريعه زي طريق الدائري، ودي حاجه خطر جدا، يعني خطر جدا على الركاب اللي راكبين التوك توك، مش الركاب بس كمان السائق حاجه خطر عليه، ان هو مش موجود فيه اي عوامل امان، ما فيهوش حزام امان، يعني التوك توك ما فيهوش حزام امان ولا حتى باب، الهيكل الخارجي بتاعه يعني غير صلب يعني ما فيش عدم صلابه فيه، كمان غير متزن. فيا جماعه يا ريت نخلي بالنا على نفسنا وعلى ارواحنا، ارواحنا مش ببلاش والله، ارواحنا مش ببلاش، واي حد يا ريت يعني نشوفه كده يعني نحاول ان احنا يا اما نوقفه ونقول له يعني نمنعه، يعني الغلط نحاول ان احنا نقلله ونحد منه. فاتمنى اي حد يعني بيسمعنا يعرف بقى حد عنده او في حواليه ناس او كده،
سائقين توك توك، يعني يقول لهم ان حاجه شبه دي ممكن تؤدي لحياتك ولحياه غيرك، ما لهمش ذنب للخطر. فاتمنى ان احنا يعني نستفاد من اللي انا بقوله ده، واي حد ممكن يركب توك توك على طريق سريع يخلي باله. زي ما قالت زميلتي الموقره مروه ان هو ما فيش سيفتي، او بمعنى صح ما فيش امان لسواء الراكب للتوك توك او السائق. وكمان التوك توك لما بيمشي بدون لوحات او تراخيص بيكون اللي راكب معظم التكاتك اللي هو بيقود هذه المركبه البسيطه بيكون اطفال، وبتكون ناس ليست عندها اي درايه بقواعد المرور، وبنتفاجئ بحوادث او تعريض الاخرين للخطر اللي هم بيسيروا على الطرق العامه. واحنا عارفين ان في مبدا في المرور بيقول احذر خطا الغير، وبالتالي اخطاء الغير قد تعرض الاخرين للاصابات، وقد تعرض في بعض الحالات الى الوفاه لا قدر الله. وكمان ان هو اصبح التوك توك صداع مزمن في راس الحكومه، وفي ظل وجود 3 ملايين تكاتك مركبة توك توك في مصر لم يرخص لها منذ لم يرخص منها سوى نسبة ضئيلة لا تتخطى 10%. تخيلوا ان 90% من التكاتك اللي ماشية في مصر على جميع الطرق وفي كل مكان غير مرخص، اكتر من 90% منها غير مرخص، ليست لديه تراخيص او لوحات معدنية او اي شيء. وغير كمان المركبة ما فيهاش رخصة، بالتالي من يقود المركبة ايضا ما معهوش رخصة وليس عنده ادنى التزام بقواعد المرور، وده اللي ساعد على انتشار الجريمة. ويتبين من يعني احنا بنقول 10% دول حوالي يعني 300,000 توك توك فقط اللي مرخصين، وعندنا 2,700,000 توك توك بدون تراخيص، يعني مشكلة كبيرة جدا. فمن العدد الكبير ده للمركبات الغير مرخصة يصبح التوك توك صداعا مزمنا في رأس الحكومة، خاصة في ظل تحول دوره من وسيلة للرزق ونقل الركاب إلى أداة لارتكاب الجريمة ونقل الممنوعات وتعريض حياة الركاب إلى الخطر بسبب سيره على الطرق السريعة، وهو يفتقد عوامل الأمان. وما يزيد من هذا الصداع في رأس الحكومة هو عدم وجود لوحات معدنية يستدل بها على التوك توك حال ارتكابه أي جريمة أو أي مخالفات. وحملت تصريحات الدكتور علي عبد العال في ذلك الوقت رئيس مجلس النواب في الفترة الأخيرة المنتهية خلال ولايته لرئاسة مجلس النواب برهانا على الصداع، عندما قال اللي دخل التوك توك مصر مش عارف هيبقى جزاؤه ايه، وفي إشارة واضحة لأضراره التي باتت خطرا على المجتمع وحياة أفراده. في انتظار مكالماتكم عايزين نستقبل مكالماتكم وتقولوا لنا رأيكم، هل انتوا مع ام ضد ظاهرة انتشار التوك توك، او ان انتوا هل انتوا مع ام ضد الغاء فكرة التوك توك دي نهائي مثلا وممكن نستبدله بحاجة تانية. في انتظار اتصالاتكم، ونفكركم لو حابين تعملوا لايك او تدخلوا عندنا على البيج على الفيسبوك وتعملوا لايك على الصفحة بتاعتنا، صفحة برنامج 50 دقيقة الصفحة الرسمية. ولو عندكم اي مشكلة او اي حاجة حابين تحكوا معنا تفضلوا معنا على بيج الصفحة، ممكن تترسلون عليها او على الرقم 010-6099-66. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. ورجعنا لحضراتكم للمشاركة في موضوع التوك توك وقرار الحكومة لإلغاء تراخيصه نهائيا، فهل حضراتكم مع أو ضد هذا القرار؟ فطبعا في ناس مع أو ضد، وفي ناس بتعتبره أن هو مصدر رزق، وفي ناس بتعتبره أن هو صداع وبيسهل الجريمة وبيسهل يعني ديليفري مخدرات، وفي ناس بتعتبره أن هو بيساعد كبار السن في الأماكن الضيقة والأسواق. واحنا معانا بدات المداخلات على فكره من بدري، بس احنا دلوقتي هنتلقى اولى المداخلات. معانا مين مداخله؟ اتفضل. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور يا فندم.
ازاي حضرتك الأستاذة؟ أهلا بيك. حضرتك انتوا بتثيروا مشكلة يعني عويصة جدا في المجتمع، وياريت اتفضل. حضرتك يعني ربنا يجعلكم سبب، ان دي غم على فكرة بالنسبة لنا حقيقي، انا بعتبرها كده التوك توك ده عشان طب كله كوارث، ولمم اغلبيتهم بلطجية وشمامين لا مؤاخذة يعني، فياريت حضرتك الدولة تشيلنا يعني مش عارفة أقول لحضرتك إيه، تشوف والوباء حل. ده والله ده وباء في المجتمع، هي الدولة كل بدأت الجرائم حملات فعلا حضرتك، وبدأت إن هي وكل الجرائم حضرتك وكل أي حاجة مش كويسة وأساليب مش كويسة يعني، كمان لا مؤاخذة يعني مع الزبون اللي راكب كمان أسلوبهم مش كويس. طب هو حضرتك منين؟ في أي محافظة؟ وهل في أنا عندكم من حملات، الجيزة حضرتك، من الجيزة. عندكم حملات للشن أو للتقليل من التوك توك أو سائقين التوك توك المخالفين؟ حضرتك احنا بيقفوا ينظموا الطريق، بس للاسف بيدخلوا بقى من شوارع جانبيه وحاجات كده، بس كتار بشكل رهيب والله العظيم، مش عارفين نمشي في الشوارع منهم يعني انت يعني، مع ممكن يدوسوا واحده ماشيه باولادها ما تعرفش، بيبعتوا الناس دعكوا وهم ماشيين. يعني حضرتك مع الغاء، مع الحكومة في يا قرارها، ريت يا ريت، يعني اتمنى حضرتك بتطالبي وبتؤيدي الحكومة في قرارها ده، انا لإلغاء بترجاهم والله واتوسل اليهم، مش انا بس حضرتك ولا كل الناس يعني، بصراحه يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه يعني، زعلانين من الظاهره دي. ما فيش أي مميزات من وجهة نظر حضرتك لوجوده؟ نسبيا نسبيا بالنسبه زي ما قلت لحضرتك، زي ما حضرتك قلت كبار السن، طب ما احنا ممكن كبار السن نوصلهم حضرتك برضو يعني وسيله احسن يعني، وناس تكون موثوق منها او في رخص او كده. ويكون في أمان عليه كمان لما يكون راكب، ما بالطبع يتعرضش ايوه، الله للخطر. ينور على يعني حضرتك. ممكن كبار السن ممكن يقع بسهولة من هذه المركبة، نتيجة ان هو برضو الصحة، الحالة الصحية. وكمان يا فندم هم بيستعجلوا ما بيصدقوا، لما هو نازل كده بيحط رجل بيروح طالع وهو رجله التانية في قلب التوب، والله يعني هو قبل ما يركب ويعني يخش قبل ما جوه. ينزلوا حضرتك او يركب والله العظيم بيطلع وهو طالع يعني، مجرد بيحط رجلي بس كده، اصل انا من كبار السن على فكره، طب ايه رأيك ربنا في يديك الصحة، انا عندي 64 سنه، ما ربنا شاء الله ربنا يديك طولة العمر. ربنا يحضرك في حضرتك، فانا تعبانه شويه والله مش بيصبر عليا لما احط رجلي التانيه في التوك توك، لما اطلع ولما انزل برضه بيبقى هيقلبني في الشارع. يعني هو وانتوا لسه بتركبوا بيعرضكوا للخطر وبيعرضكوا للإصابات، حضرتك عايزة يعني في تقولي كل كده. الحالتين حضرتك هم خطر اساسا يعني، ما فيش طب ايه رأي حضرتك في الاهالي اللي بينزلوا اطفالهم هم لسه ما كملوش 16 او 18 سنة طبعا حاجة مش كويسة طبعا يعني، الاطفال دي المفروض بتروح يعني مش مكانهم ده حضرتك، ولا المفروض في السن ده ان هم يبقوا في المكان ده يعني، المفروض يكون في مركز شباب مثلا بيتعلموا حاجة حرفة حاجة، طالما مش بيدرسوا حتى يتعلموا حرفة حتى، انما بالشكل ده هتبقى ظاهره كبيره هما والبلد هتبقى الشباب دلوقتي كلها يقول لك احنا بيستسهلوا. بنرزق من التوك توك، احنا بالظبط بنرزق من التوك توك، بالظبط لا في هما حرف وحاجات كويسه بتعمل. يعني حضرتك عايزة وبعدين تقولي ان يعني مش بدافع الرزق وبدافع ان الناس بتستنفع ان هم يعرضوا حياة الاخرين للخطر، وكمان يكون ده وسيلة لبعض المجرمين او بعض الخارجين عن القانون بيستخدموه كوسيلة لانهم بيرتكبوا جرائم او بيروجوا للمخدرات والبرشام والحاجات اللي هي الممنوعات كلها. فحضرتك بتقولي مش المبرر ان هو رزق للبعض يكون اذى وللكثيرين، يعني حضرتك بتقولي ان ضرره اكبر بكثير جدا من نفعه، مش حضرتك عايزة تقولي كده؟ معايا يا فندم؟ لا الخط قطع. الخط اتقطع. طيب هل في اتصال اخر؟ معانا اتصال اخر. معانا اتصال اخر، من مين يا فندم؟ طيب الو. زي ما حضراتكم شايفين المتصلة يعني بتعاني الأمرين من هذه المركبة المخالفة، ولأن كمان الناس السائق بيكون بتاع التوك توك ما بيصبرش كمان لما حتى الراكب يركب جوه المركبة ويتعدل وبعدين يطلع بالعربية ويتأكد إن هو ألو ألو يا فندم. ايوه، مساء الخير، انا مساء. كنت مع حضرتك دلوقتي يا فندم، طيب اتفضلي يا فندم. معلش حضرتك المكالمة اتقطعت، ما سمعتش حضرتك كنت بتقول لي، معلش اتفضل. شرفتينا. انا بقول ان حضرتك ميرسي، بتقولي، ربنا يخلي حضرتك. الله يخليكي، حضرتك بتقولي ان هو ضرره
أكبر بكثير من نفعه، يعني إذا كان هو مصدر رزق للبعض فهو ضرر للكثيرين. حضرتك قلت كده. حضرتك وبالنسبة للأولاد الصغيرة في حضرتك أماكن بتعلم الحرف الدولة موفراها، فاللي عايز حضرتك يرزق بيروح يتعلم حرفة كويسة يعني محترمة، وممكن من خلالها حضرتك يبقى حاجة كويسة في المجتمع. بالضبط. انما كده حضرتك كل الفئات حتى اللي بيرزق كمان حضرتك من وظيفه او من اي جهه تانية جايبه برضو ده مصدر للاضافه، فلا احنا والله العظيم مش عارفين نمشي في الشوارع بسبب غير اخلاقهم الشاذه وغير جرائم كتير بتحصل يا فندم، بيعاكسوا هم البنات، وكمان ان حضرتك بتقولي وبيسرقوا حضرتك. بختصر ده بيسرقوا حاجات كمان من الناس اللي يعني بينشلوا وبيخطفوا الناس. طب او بقى الواحد عينه على الواحده اللي يشوفها من السواق ايه معاه ايه شايله ايه. في موقف حصل قدامك لحاجه شبه دي بعيدا عن ان هو ممكن يعني يعرض حياتك للخطر؟ حصل يا فندم، وحصل على شاشات التلفزيون كمان، في بنشوف في الواقع وعلى شاشات التلفزيون كمان بعد مواقف بتحصل. تقولي يا حضرتك؟ طب لو حاجه حصلت مع حد قرايبك او حد شفتيه قدامك بيحصل معاه حاجه ممكن تحكيها لنا، بحيث ان لو حد مسؤول بيسمع دلوقتي ممكن يعني. انا شخصيا بقول لحضرتك انا ساعه ما بركب التوك توك قبل ما احط رجلي الثانيه في التوك توك او بنزل بتقلب حضرتك، واخلاق مش كويسه وشتيمه ولا مقل. وبعدين عايز المبلغ اللي هو يقول عليه يعني ممكن المبلغ بيطلبوا اجر زياده عن المعتاد، يعني بيقولوا لك بيفرضوا عليك أجرة أزيد من اللي أنت متفق عليه؟ يا فندم والله العظيم ممكن يكون يعني دقيقتين مراكبني دقيقتين أو ثلاثة، عارف يقول لي مثلا عايز 20. طب ما أنا أروح مثلا، بس ما فيش مجال أركب تاكسي عشان هم عاملين زحمة، التكاسي ما بتعرفش تمشي من. يعني حضرتك بتقولي إن هم عاملين ارتباك في الحالة المرورية. جدا، لا بطريقه والله العظيم غير ما طب هقول لحضرتك انزل شارع نهي يا فندم، وانزل ده حتى شارع فيصل اللي هو كان حاجه كويسه دلوقتي ما عندش حتى، وال20 والاماكن دي يا فندم انزلوا يا ريت انزلوا صوروا شوف الناس مش عارفه تمشي على رجلها. يعني حضرتك بتقولي كمان ان هي ظاهره غير حضاريه لانها بتنتشر في الاماكن السياحيه على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق، حتى في اماكن حضرتك ما كناش نتوقع ان يمشي فيها التوك توك النهارده بنشوفه في الاماكن دي، ده ما ينفعش. احنا بلدنا لازم تكون شكلها حلو. طبعا احنا قدامنا وقدام الناس كمان اللي في بلدنا، الناس اللي جايه من بره يعني بلدنا شكلها حلو بيه، بيعمل على ان بلدنا تبقى حاجه جميله وفول مستوى يعني. احنا بقى ندنيها ونخليها اقل من مش عارفه من بلاد الموز اللي بيقولوا عليها مش عارفه ايه. سيادة الرئيس السيسي قال مصر قد الدنيا وهتفضل قد الدنيا ان شاء الله. طبعا وبيكوا بالوعي بوعي فرحانين اصلا والله العظيم. احنا في عصر اصلا لو ما حدش من الموجود انتهى عصر السيسي فعلا، وجاهد معاه على الارض الراجل ده بينظف البلد وعايزها تبقى حاجه فعلا على قد الدنيا زي ما بيقول. بس الشعب للاسف اللي ما بيفهمش معلش فيهم مش عارف معنى الكلمه دي ومش عارف ان هو يساعده على ده للاسف يعني. ان شاء الله سياده الرئيس بيتخذ وربنا يخليه لينا ويحافظ عليه. امين. وكل سنه وحضرته طيب وكل القائمين على وحضرتك طيبه وكل يعني الشعب المصري طيب وحضراتكم، وربنا يا رب دايما يجعلكم كده واجهه كل حاجه كويسه ان شاء الله. سلام يا حبيبي. طيب ربنا يخليك. حضرتك شايفه ايه الحل اللي ممكن نقدمه للحكومة؟ هي الحكومة طبعا عندها حلول، بس برضو احنا عايزين حضراتكم كمواطنين شرفاء تشاركونا وتشاركوا الحكومة في الحلول. انت حضرتك شايفة ايه الحل في هذه الظاهرة المزعجة واللي باتت تهدد كثير من المواطنين؟ شايفة ايه حضرتك ايه الحل من وجهة نظرك؟ الحل عشان حضرتك مش هنقدر ايه نقول نشغل فئة منهم وفئة لا. الحل ان التوك توك ده حضرتك زي ما الرئيس لغى التاكسي الاسود وخلى بقى شكلها جميل بالتاكسي الابيض، يشيلنا برضه ده على بص على يكون نص وكنس من البلد، وممكن يكون في وسيله برضه حضرتك بس تكون من خلال بقى المرور وكده. سياده الرئيس طبعا كمان في حمله لتغيير العربيات اللي هي القديمه اللي ايوه هي لازم. انا بقول لحضرتك الرئيس ما شاء الله كل مجال وكل اتجاه شغال الله يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه. هو انا شايفه بس ان الرئيس اللي بيشتغل في البلد. سياده الرئيس طبعا عمل حاجات كبيره في البلد، احنا هنبني ثمارها في طبعاً الفتره طبعاً القادمه ما شاء الله. احنا مثل الطرق في
احنا في عصر الازدهار على فكرة، والله العظيم احنا كل حاجة جميلة بنشوفها على الارض دلوقتي. حتى احنا كانت المواصلات ما كانتش كده، احنا كانت المواصلات بيبقى زحمة وبتشعلقوا على البيبان وكده. دلوقتي طبعا ما شاء الطرق الله بقينا بنقعد الجديدة اللي الرئيس براحتنا عملها يعني يشكر في على كل السيني مجهوداته باص. بصراحة، يعني لا أكيد بصراحة لا ما سهلت شاء في الله، موضوع اللهم ربنا المواصلات. يحافظ لنا عليه ويحميه، اه طبعا ربنا يحافظ لنا عليه ويحميه يا رب، وهو والقائمين معاه على مسؤولية البلد يعني، ربنا يعينهم يا رب. نشكر حضرتك جدا على المداخلة الجميلة دي، شكرا ليكي، ونتمنى أي حد من المسؤولين يسمعنا ويسمع الـ يعني المشاركين معانا في البرنامج قد إيه ممكن حد بيعاني، ممكن إن هو يتعرض حياته للخطر، إن هو لو تعامل مع سائق توك توك ممكن، وهي بتقول يعني هي بتقول وهي بتركب مشى، ودي ست كبيرة عندها 64 سنة مشى ورجلها جوه والرجل التانية بره. فنتمنى ان ناخد خطوه ايجابيه، ومعتقد هم يعني الحكومه اوريدي دلوقتي اخذت خطوه ايجابيه. بمناسبه ان هي جابت يعني سيره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحب اوجه له يعني كل الشكر والتحيه والتقدير للقائد الاعلى للقوات المسلحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللجيش المصري مصر العظيم وجيش مصر العظيم على كل المجهودات اللي هم بيعملوها عشان خاطر مصر تكون احسن وفي مكانه احسن، وان شاء الله نشوف يعني نشوف مصر في حته تانية في اقرب وقت. حابب تقول حاجه قبل ما نختم في آه طبعا حلقتنا؟ انا طبعا بشارك حضرتك في توجيه التحيه لسياده المشير رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، وبنوجه له كمان كل الشكر وبنوجه له كل الدعم مننا كإعلاميين. وأيضا أعتقد أن كثير من المواطنين بدأوا يشعروا بتحسن في جميع المجالات وفي حاجات كثيرة، وبدأت عندنا تبقى في شبكة طرق حقيقية، وأيضا هناك كثير من الإنجازات التي لا تحصى ولا تعد، ولا يسع برنامجنا لذكر البعض منها. وكمان احنا عايزين احنا نعمل حلقة بقى ان شاء الله كده قريب عن يعني نحكي فيها او نظهر فيها كل جهودات او كل يعني مجهودات اللي الرئيس والجيش المصري عملها عشان المشككين او اللي بيطلعوا شائعات عن ان هي الرئيس ما بيعملش حاجة او ان البلد ما بتتحسنش، لا نقول لهم ونثبت لهم باثباتات ان كل ده فعلا لا ما فيش الكلام ده، وان احنا شغالين والرئيس شغال يعني على كل ان هو يحسن البلد ويخليها بصورة افضل قدام العالم كله. طبعا فخامة الرئيس شغال بصراحة في كل المجالات وفي كل الأصعدة، ويعني ربنا يقويه، وكلنا لازم طبعا احنا كلنا وراه وكلنا بنقف مع سيادة الرئيس، وان شاء الله نعمل حلقة لذكر بعض الإنجازات عشان الوقت مش هيسعنا ان احنا نذكر، يعني الإنجازات كثيرة جدا ومتعددة. وبنوجه أيضا التحية لقوات الجيش المصري العظيم، وأيضا لقوات الشرطة المدنية، ولكل الحكومة وكل الوزارات. وإحنا طبعا في نهاية حلقتنا بنشكر حضراتكم لطيب المتابعة. الأطباء احنا نسيناهم، الأطباء اللي بيواجهوا فيروس اللي بي يعني بيواجهوا معانا فيروس كوفيد-19 لهم كل الشكر، دول بمثابة رجال الشرطة ورجال الجيش طبعا اللي بيحموا البلد، طبعا هم ده كمان الجيش بيحمونا، الأبيض فبجد لهم كل الشكر والتقدير بجد والدعم ليهم، وربنا يوفقكم ومعاكم ويحميكم من كل شر. استنونا في حلقة جديدة في نفس الميعاد الساعة 4 كل يوم جمعة إن شاء الله. حابب تقول حاجة قبل الختام؟ بنختم مع حضرتك، وبنشكر السادة المشاهدين جميعا على انهم شاركونا وتابعونا على برنامجكم 50 دقيقة، وان شاء الله استنونا الجمعة القادمة في نفس الميعاد 4 بعد العصر ان شاء الله على قناتكم الصحة والجمال. وتحياتنا لحضراتكم، هذا اسلام فايد وزميلتي الموقرة مروة سعيد، بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.